الحقيقة نروح مع حضراتكم لخبر خبر إيجابي جدا وخبر مبهج. الحقيقة تم الإعلان عن كشف أثري في منطقة أثار سقارة اللي نقدر نقول إنها خلال السنين الأخيرة كشفت عن أسرارها وكنوزها. الكشف الأخير ضم تماثيل وأبواب وهمية لكاهن اسمه لوحده أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي يدعى ميسي، وتابوت مغلق وحائط مقبرة رائعة. تفاصيل تانية كمان هيكلمنا عنها الدكتور محمد يوسف عيان مدير منطقة أثار سقارة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. وبداية الاسم مظبوط؟ تمام يا فندم، تمام. صباح الخير، صباح النور السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. اسم الكاهن إيه يا فندم؟ هو في كهنة كتير من ضمنهم ميسي، ميسي يعني المولود، يعني مش ميسي لاعب الكورة. وباللغة المصرية القديمة ميسي يعني المولود. ده الفرق يعني. طيب لو تعرفنا بقى يا فندم عن هذا الكشف الأثري الأخير وتفاصيل اكتشافه. تمام، هو البعثة اللي شغالة في هذا الموقع هي بعثة مصرية مشتركة ما بين المجلس الأعلى للآثار ومركز الدكتور زاهي حواس للدراسات الأثرية التابع لمكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور زاهي حواس والأثر الأسبق. هذا الموقع يقع إلى الغرب من المجموعة الجنائزية للملك زوسر الهرم المزرج وهرم الملك أناس، وإلى الشمال من هرم الملك سخنخت ثاني ملوك الأسرة الثالثة. وهي جبانة تعتبر من عصر الدولة القديمة، لم تتم أعمال حفائر علمية منظمة على نطاق واسع في هذا الموقع قبل عمل هذه البعثة. طبعا البعثة شغالة في الموقع منذ عدة سنوات. تم الكشف عن مجموعة من مقابر الموظفين من عصر الدولة القديمة، أحدهم كان يسمى خنوم جدف، وده كان كاهن للمجموعة الجنائزية لهرم الملك أناس. ومقبرة تانية لشخص يدعى مري، مري يعني المحبوب، ودي برضو كان صاحبها أحد الكهنة من عصر الأسرة الخامسة، وفيها بعض مناظر حياة يومية على البلاستر، وكان من ضمنها مناظر صناعة الجعة أو البيرة، ثم مناظر صناعة أو طهي الخبز. كمان تم العثور على مقبرة هو فيما بعد عرفت انها لشخص يدعى ميسي، لانه لم يوجد فيها نقوش. عثر في بير على عمق حوالي 10 متر على 9 تماثيل حجريه عليها الوان. هذه التماثيل في حاله جيده من الحفظ، عليها الوان، وهي تضاهي التماثيل التي عثر عليها في القرن الماضي والقرن قبل الماضي والموجوده في المتحف المصري. فيما بعد عثر على باب وهمي في المقبره، لان زي ما قلنا المقبره مش منقوشه. الباب الوهمي عليه اسم ميسي زي ما قلنا، هو اسم يعني المحبوب، وطبعا وبالتالي فان هذه التماثيل تنتمي الى صاحب المقبره. عثر على مقبره صغيره برضه بالقرب منهم، هي غير منقوشه، فيها بير على عمق حوالي 12 متر تقريبا. عثر على ثلاث تماثيل حجريه برضه في غايه من الجمال لشخص يدعى فتك. والتماثيل دي يعني هنقول نعتبر وكأن الفنان المصري القديم لسه مخلصها التلوين، فالألوان بتاعتها زاهية جدا فريش، بالرغم من مرور 4400 سنة عليها إلا أنها تبدو وكأنها لسه ملونة حديثا. طبعا جمال هذه التماثيل وروعتها يبين مدى مهارة ودقة الفنان المصري القديم. طبعا الموقع عثر على في بئر على عمق حوالي 15 متر على تابوت من الحجر به مومياء. هي يعني في التوقيت ده ما بنقدرش نقول عليها مومياء بالمعنى المعروف، لان فن التحنيط لم يصل الى الكمال او الاتقان الا في عصر الدوله الحديثه، فهو جثه المتوفى بتبقى مدفونه. بيبقى المتبقي منها بالنسبه لينا في الدوله القديمه هو الهيكل العظمي، ولكن الجديد ان احنا لقيت رقائق ذهبيه على الموميا، مما يعني يوضح ان صاحب هذه الموميا كان شخصيه مرموقه. او كان شخصيه مرموقه، طيب ده عظيم. هل اكتمل الكشف كده ولا لسه في مراحل ثانيه؟ هو طبعا حضرتك احنا دي جبانه كبيره نسبيا طبعا، العمل هيمتد فيها الى سنوات وسنوات، يعني ان منطقه سقارة هي منطقه عريقه، منطقه مهمه تم استخدامها للدفن في خلال الحضاره المصريه القديمه على مدار اكثر من 3000 سنه، وبالتالي ده السبب اللي احنا دايما بنلاقي ان في اكتشافات في سقارة من حين الى اخر.
كذلك بيبقى في المكان الواحد بيبقى فيه طبقات اثريه، الطبقه العليا هي الاحدث، بعد كده لما بننزل بعمق بنلاقي طبقات ثانيه من عصور مختلفه. طب يا فندم، هل اكتمل الكشف في هذه المنطقه ولا لسه في مراحل ثانيه؟ لا، لسه البعثه ممتده والعمل مستمر، وزي ما بقول لحضرتك يعني الموضوع مش هيخلص في موسم او اثنين، لا، المكان مستمر في الشغل الى امد طويل، حتى ان يعني الدكتور زاهي بيقترح احتمال وجود هرم للملك هوني في هذا الموقع. عظيم. حضرتك ذكرت انه من ضمن الحاجات اللي تم اكتشافها باب وهمي، بس عايزين نوضح يعني ايه باب وهمي. هو المقبره دايما لازم يبقى فيها ما يسمى بالباب الوهمي. هو كتله حجريه بيبقى عليها نقوش بتحمل اسم والقاب وصوره لصاحب المقبره. الروح اللي متوفى، احنا عارفين المصري القديم كان بيعتقد في البعث بعد الموت. فهو لما يموت الروح بتنفصل عن الجسد. بعد كده الروح بتيجي من حين لاخر عشان تدخل المقبره وترتبط بالجسد عشان يضمن ان هو هيبعث، بتتردد على المقبره. فمن خلال هذا الباب الروح بتيجي تتعرف على اسم صاحبها وعلى الشخصيه بتاعته، وبالتالي تنزل. الروح دي ما بيفصلهاش حاجه ما بينها وما بين الجثه ولا حوائط ولا جدران، وبتنزل الى البئر في قاع المقبره عشان ترتبط بالجثه وبتشارك في القرابين. طيب. فعشان كده سمي الباب الوهمي. احيانا يطلق عليه باب الروح او باب القاع، بس التسمية الدرجة اللي اتعرفت من فترة هو الباب الوهمي. طيب دكتور محمد، إذا سمحت لي، المنطقة زي ما حضرتك قلت إن هي مليئة ولسه قدامنا سنوات للكشف عن كل ما هو موجود في منطقة آثار سقارة، لكن هذه المنطقة تحديدا بهذا الحجم وهذه المساحة، أعتقد إن إحنا بيكون في شواهد عشان نبتدي نبحث في المنطقة الصح، ما نبقاش مجهودنا بيضيع على الأرض، مظبوط كده؟ هو تمام، بس هو يعني في بعض الجبنات إحنا لازم نحفر كل شبر موجود واحنا شغالين، لان طالما انا قريب من جبانه ملكيه، حتى لو انا اديت على سبيل المثال، دي تعتبر من الشواهد برضو يا فندم. لازم الشواهد عندي مثلا بتبقى فوق سطح الارض، اما كسرات فخاريه، اما كسرات من احجار جيريه او طوب لبن، فده دي شواهد بتبقى موجوده على سطح الارض. من خلال المسح الاثري البسيط بالعين المجرده بنقدر نعرف ان في شواهد اثريه، من خلال استخدام بعض التقنيات الحديثه زي المسح الراداري او الجيوفيزيك برضو بنقدر نعرف ان في شواهد اثريه. هي ما بتدينيش طبعا المقبره بالشكل ده، بس بنقدر نتعرف ان في شواهد اثريه، فبنستكمل اعمال الحفائر في الجبانه على هذا النحو. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد يوسف عويان، مدير منطقه اثار سقاره.